الورد والهدايا. لسه السنه دي مش زي كل سنه، يعني لسه ما بانش زي كل سنه. السنه اللي فاتت كان الاقبال اكتر من كده بكتير جدا، كان قبل عيد الام بكتير، بكتير باسبوع بالظبط. طيب وبتعرف ايه السبب ولا؟ يعني هي ظروف البلد مش اكتر من كده. بالنسبه لي انا عيد الام بنحتفل بيه اكتر من عيد الحب. اكتر من عيد الحب؟ الحب اه، عشان احنا هنا يعتبر مثلا زبون عيد الام اكتر من زبون عيد الحب بكتير. عيد الام اصلا بيبقى دايما في اخر الشهر، ده بيسبب ازمه اصلا ولا مثلا؟ لا 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 اطلاقا، لا 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 اطلاقا، كله بيبقى عامل حسابه. بالظبط، بالعكس ده البوكيهات في التنسيق وفي الشياكه، وممكن مثلا البادجت بتاع البوكيهات بيعلى في عيد الام عن عيد الحب بكتير، رغم زبون عيد الحب بيبقى قليل شويه، عيد الام كتير لان كل الناس بتجيب. طبعا عيد الام حاجه مهمه، عشان هو عيد الاهم شخصيه في حياه البني ادم، يعني ماما. لا مامتي، مامتي الاول. اه طبعا مامتي. ساعات ساعات بيجيبوا ساعات لا، في سنه ممكن يجيبوا في سنه ما يجيبش. لا ما عايز اجيب بقى حاجه بس تبسطها يعني. طب انت يعني بتكتفي بالهديه بس، ممكن تعملوا احتفال او ممكن تعزميها بره او كده؟ لا بصي، هو عاده بيبقى ايه، النهارده هي اللي غديتي مش لا يعني بتبقى دايما الهديه بس، يعني بس بندي لها بقى بشكل لطيف، يعني بنشوف اليوم الصبح مثلا نعمل لها مثلا هيصه وكده يعني. بس فلوسك الشخصيه ولا فلوس باباكي؟ لا فلوسي طبعا، لانه عيد الام كل العالم عندها امهات، ويعني بياخذوا ورد بشكل يعني مستمر، لانه لكل واحد بياخذ لخطيبته، بياخذ لحماته، بياخذ. مناسبه عيد الام يعني حلوه كثير، اكثر من عيد الحب. عيد الحب بس للحبيبه والخطيبه، يعني الافضل اه بكثير. الام بيمثل لي، بعرف اهميه امي واعرف ان هي حاجه مهمه قوي وما اقدرش اعيش من غيرها وكده، وانها تعبت عشاننا وكده. بتستكفي بهديه بس ولا مثلا بتعزمها؟ بيبقى في احتفال في البيت؟ اه لا طبعا لازم يكون في احتفال، لانها امي تستاهل حاجه اكتر من كده. يعني انتوا بتعملوا احتفال في البيت وهديه وكده؟ اه اه طبعا. بالنسبه لعيد الام بيبقى في اخر الشهر، بيبقى في مشكله في موضوع الفلوس ان انت بتحضر نفسك من اول الشهر؟ لا لا لازم اكون محضر نفسي طبعا، وحتى لو معيش ممكن اجيب لها حاجه اقل، يعني مش لازم اجيب لها حاجه غاليه، ممكن اجيب لها حاجه ارخص. لا 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 خالص، لا مره في السنه. لا بيجيبوا لي هديه حتى لو بسيطه، كفايه عليا ان هم بيفتكروني بس. اه طبعا طبعا اساس الهديه طبعا. طب لو تجيب هديه لمامتك ولا لحماتك، ايه الاولويه؟ اكيد امي طبعا الاول. طيب تمام. وبالنسبه لو بيجي في اخر الشهر، فبيعمل لك بالنسبه لك ازمه ولا انت بتحضري نفسك من اول الشهر انك هتجيبي او تحوشي او تحطي مبلغ ليها؟ لا انا بجيب لها يعني اساسي هديه طبعا، وربنا يديني واجيب لها اغلى حاجه طبعا، يعني ما فيش احسن من كده. يعني مش بيسبب بالنسبه لك ممكن في اخر الشهر ازمه؟ لا 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 يا نهار ابيض، ده انا لو استلفت عشان الهديه دي موجهه لمين او جايبها حضرتك لمين؟ لمراتي طبعا. لا مراتي طبعا. لا مراتي طبعا. اه وحماتك ومامتك؟ لا هما بيقولوا لي على البيت. لا يعني مامتي هتيجي، مامتي هتيجي على البيت، احنا هنعمل الاحتفال النهارده. والله انا اقول لك حاجه، هو المفروض الواحد بيحتفل بالام طول حياته، يعني يعني طول حياتها الواحد. لا هي طول السنه عيد ام يعني بصراحه المفروض. تعرف الاولويه بقى لحماتك حضرتك ولا مامتك في الهديه او هو الكلام ده هيطلع في التلفزيون؟ لا والدتي طبعا اكيد طبعا. لا والدتي برضه طبعا، انا لازم افرحها اجيب لها هديه، وبعدين اصلا بدون اي حاجه هي مامتي، فلازم كل يوم اجيب لها هديه حتى على الاقل، عشان هي مامتي وكل حاجه يعني. بعدين امي يعني اللي جانا تحت اقدام الامهات، فلازم يعني اجيب لها هديه. طبعا لو لساعه عيد امي بنحتفل بيها انا وبابايا واخواتي فكده يعني. بس بتشتركوا وتجيبوا مع بعض هديه ولا كل واحد؟ لا هو الافضل كل واحد طبعا هديه، عشان مامتي بتفرح بكده. والله انا بجيب هديه لوالدتي. طيب حضرتك متجوز؟ اه. طب الاولويه لمامت حضرتك ولا لحماتك؟ لا الاولويه الاثنين، يعني الاولويه ما خيرش. اه بين دي وبين دي. طيب بتجيب لمراتك هديه في عيد الام؟ اكيد طبعا. بتجيب؟ اه بدي البنت الصغيره وبنتي تديها لان هي ام برضه.